بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على بركة الله نبدأ. ما هي الأعداد العشرية؟ اتفق الرياضيون على أن الأعداد مقسمة إلى قسمين: أعداد طبيعية، وهي الأعداد التي لا تحوي على فاصلة عشرية، أعداد عشرية، وهي الأعداد التي تحتوي على فاصلة عشرية. كما تعلمنا في دروس سابقة أن الأعداد الطبيعية هي الأعداد التي لا تحوي فاصلة عشرية، وهي تسمى بالأعداد الطبيعية كما في الأمثلة أمامكم. ثانياً، الأعداد العشرية. كما ذكرنا أيضاً أن الأعداد العشرية هي الأعداد التي تحتوي على فاصلة عشرية، مثالها العدد 2.34%، العدد 3.5 بالألف، العدد 50.255 بالألف، العدد 250.1 بالعشرة، وهكذا. كل عدد يحوي على فاصلة فهو عدد عشري. قسماء الأعداد العشرية. تنقسم الأعداد العشرية إلى قسمين، وهما: 1- جزء صحيح. الجزء الصحيح هو الجزء الذي يكون على يسار الفاصلة. 2- جزء عشري. الجزء العشري هو الجزء الذي يكون على يمين الفاصلة، كما في المثال أمامكم. كيف نقرأ العدد العشري؟ نقرأ الجزء الصحيح أولاً حسب قيمته المنزلية. الجزء الصحيح يقرأ من اليمين إلى اليسار كالتالي: أول رقم 1، ثاني رقم 10، ثالث رقم 100، وهكذا كما تعلمنا. نقرأ الجزء العشري حسب قيمته المنزلية. الجزء العشري يقرأ من اليسار إلى اليمين كالتالي: أول رقم جزء من 10، ثاني رقم جزء من 100، ثالث رقم جزء من 1000، وهكذا. وهذا مثال توضيحي لما ذكرناه. وكما ذكرنا أن الأعداد تقسم إلى قسمين: طبيعية وعشرية. 1- الأعداد الطبيعية، وهي الأعداد التي لا تحتوي على فاصلة. 2- أعداد عشرية، وهي الأعداد التي تحتوي على فاصلة. تقسم الأعداد العشرية إلى جزئين: جزء صحيح وجزء عشري. 1- الجزء الصحيح هو الجزء الذي يكون على يسار الفاصلة. 2- الجزء العشري هو الجزء الذي يكون على يمين الفاصلة. بعد أن راجعنا معلوماتنا عن الأعداد العشرية، سنبدأ بدرسنا. نبدأ بالقسم الأول من الدرس: ضرب الأعداد العشرية. أولاً، ضرب عدد طبيعي بعشرة أو مئة أو ألف. نأخذ الأمثلة التالية: نضرب عدد طبيعي بعشرة، يكون الناتج العدد، ونضع صفراً على يمين هذا العدد. العدد الطبيعي نضربه بمئة مثلاً، فيكون الناتج العدد الطبيعي كما هو وصفران على يمينه، وهكذا. ثانياً، ضرب عدد عشري بعشرة أو مئة أو ألف. سنتعرف على طريقة ضرب عدد عشري بعشرة أو مئة أو ألف من خلال الأمثلة التالية: 2.53 ضرب 10. النتيجة هي العدد العشري ذاته، ثم نزيح الفاصلة إلى اليمين منزلة واحدة لأن لدينا صفراً واحد، ف
فيصبح الجواب 25.3. المثال الثاني 93.4 ضرب 100. العدد العشري ننقله إلى النتيجة إلى الناتج كما هو، ثم نزيح الفاصلة بعدد الأصفار الموجودة لدينا منزلتين إلى اليمين. فالمنزلة الأولى موجودة لدينا، المنزلة الثانية فارغة، نضيف لها صفرا ثم نحذف الفاصلة لأنها لا قيمة لوجودها. المثال الثالث هو 8.273 ضرب ألف. العدد العشري نضعه في الناتج كما هو، ثم نزيح الفاصلة 3 منازل إلى اليمين بعدد الأصفار، وهنا تصبح الفاصلة لا قيمة لها وتحذف، ويصبح الجواب 8273. نستنتج لضرب عدد عشري بعشرة أو مئة أو ألف، وهكذا نقوم بإزاحة الفاصلة العشرية باتجاه اليمين بعدد أصفار الرقم الذي لدينا. في حال كانت عدد المنازل في الجزء العشري أصغر من عدد الأصفار، نقوم بإضافة أصفار بعدد المنازل التي تنقصنا.